بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. من هنا من أرضية ميدان البشاير لسباقات الهجن العربية الأصيلة يومنا الثاني، وفئة اللقاية هنا الحاضرة مسافة 4 كيلومترات. هكذا هي التحديات والإثارة والعرس التراثي لهذه الرياضة، معشوقة أيضا أبناء السلطنة في هذا الكرنفال الرياضي. مباشرة نتابع الأسماء المشاركة والمتقدمة لنيل الناموس والانتصار، ولكن هناك فائز واحد ومتوجا بكلمة الناموس مباشرة عند الصدارة ومقدمة الشوط لأتابع شاهين. هناك من يقدم عبد الله بن سعد بن حمد اليحافي قادم مع المركز الأول. الدور دور المركز الثاني، الوصول والملاحقة من سراب، وصل مانع بن علي الاكتبي قادم ليقدم سراب الأحد الضيوف القادمين أيضا من دولة الإمارات العربية المتحدة، المشاركين لليل الناموس والانتصار والعرس الخليجي. هكذا هي التحديات. ناخذ المركز الثالث، الوصول والتحدي من ثالث الأسماء المتقدم. هناك أيضا الواصل والمتقدم، هناك الدبلوماسي، وصل أيضا محمد بن حميد بن محمد الخضيري قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والتحدي، هناك مشكور يأتينا حميد بن سالم بن حميد المالكي قادم ليقدم مشكور. المركز الخامس الوصول والتحدي، هناك من خامس الأسماء خامس المنطلقين الواصل حايلتك، هناك حميد بن راشد بن سالم الحجري قادم ليقدم حايلتك. والمركز السادس وصل سكر، وصل العويسي جابر بن علي بن حمد العويسي قادم ليقدم سكر على المركز السادس. المركز السابع الوصول والتحدي من سابع الأسماء، هناك الشعار المتقدم شاهين صالح بن سالم بن علي الجنيبي قادم هناك بتحديات شاهين. المركز الثامن الوصول والتحدي من نجد، صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي قادم ليقدم نجد. المركز التاسع الوصول والقدوم من تاسع الأسماء، تاسع المنطلقين، هناك بتحديات مشكور أحمد بن سالم بن أحمد المالكي. والمركز العاشر، ونختتم به النداء، ندائنا الأول لهذه الأسماء المنطلقة أيضا، هناك ناصي أحمد بن راشد بن خديم الفتحي قادم بتحديات. المركز العاشر، هكذا الأسماء والشعارات المتقدمة. العودة وين؟ العودة عند الصدارة، العودة عند التغيير من مركز إلى مركز. هناك سكر بقيادة العويسي، من يقدم جابر بن علي بن حمد العويسي قادم بتحديات. المركز الأول ضعنا في المركز الخامس، انتقل إلى الصدارة يهدد على المنافسة لنيل الناموس والانتصار. المركز الثاني الوصول والتحدي، هناك من الدبلوماسي وصل الخضيري، هناك بتحديات محمد بن حميد بن محمد الخضيري قادم بتحديات المركز الثاني ليقدم الاسم الجميل والشكل الرائع مع الدبلوماسي. المركز الثالث الوصول والتحدي من شاهين، وصل ابو سالم، وصل صالح بن سالم بن علي الينيبي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع، هناك الوصول والتحدي، هناك شاهين عبد الله بن سعد بن حمد القحافي قادم ليقدم شاهين. والمركز الخامس الوصول من خامس الأسماء، هناك المتحدين والمنطلقين، هناك الطليلي، وصل ابو خليفة، وصل المسعودي زايد بن خليفة بن سعيد المسعودي
السعودي من يقدم الطليلي، والمركز السادس من الجانب الآخر الوصول والتحدي. هناك من المركز السادس القادم والواصل، هناك شعار لنيبي، شعار بن طويرش من الجانب الآخر الوصول والتقدم أيضا من الأسماء بدأت أيضا تغير من مركز إلى مركز. الواصل هناك شاهين عبد الله بن سعد بن حمد الجحافي، هكذا الأسماء. نعم هكذا الأسماء، نعم، والشعارات المتقدمة لنيل الناموس والانتصار. ولكن أرى شيء قادم، أرى شيء قادم. هناك من شعار المهندس بقيادة أيضا الوصول، وصل سياف، وصل سياف أحمود بن حمد بن حمدان لوهيبي من يقدم سياف. والواصل أحلى، هناك أيضا الواصل، وصل نجد، وصل أبو سعيد من يقدم نجد، صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي. والله وحلوه المنافسه، بدت الشعارات بتقليص هذه المسافه. الكيلومتر الاخير يا اخواني، كيلو التكتيكات النهائيه وحسم هذا الموقف. ناخذ المركز الثالث، هناك سكر، سكر يا جابر يا بن علي يا بن حمد. العويسي، العويسي قادم، العويسي. المركز الرابع الوصول والتحدي من الجانب الاخر، وصل المالكي ليقدم مشكور أحمد بن سالم بن أحمد المالكي. والمركز الخامس الواصل يا أبو راشد، عطنا المركز الخامس. هناك أيضا شعار الواصل شاهين عبد الله أو جزيل، هناك حمود بن طويرش بن محمد لوهيبي، أبو محمد في عملية التضمير. ولكن العودة، العودة عند الصدارة، العودة عند المقدمة. يا هو شوط، يا هو شوط، شوطنا السادس من المسافة، هي الخمسة كيلومترات، فئة اللقاية، فئة اللقاية القعدان بقيادة. هناك التحدي مع نجد، نجد يا أبو سعيد، صالح بن سعيد بن سالم لوهيبي مع 300 متر. تحرك المهندس، تحرك المهندس ناصر بن سالم الدوحاني في عملية التطوير. هناك محمود بن حمد بن حمدان الوهيبي. يا هو شوط يا ابو المهيب، يا ابو المهيب الدوحاني، الدوحاني. هناك سالم، اذا هناك الدوحاني الى المصنعة، ناصر بن سالم الدوحاني، ناصر ابو المهيب. هكذا التحدي والاثارة ولا بلا. اذا التانينا والناموس لناصر بن سالم الدوحاني ابو المهيب، يرسل السلامات الى طوشاوي الى المصنعة بالتحديد بقيادة المضمر. هناك حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي المركز الثاني. الوصول والقدوم من نجد، صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي والمركز الثالث. هناك الواصل أيضا الزعيم حاتم بن سالم بن جمعة الينيبي والمركز الرابع. الوصول أيضا من سكر جابر بن علي بن حمد العويسي والمركز الخامس. هناك التحدي من حوران أحمد بن ناصر المشرفي. إذن التانينا والناموس للفائزين بالخمس المراكز المتقدمة. نعود بالتوقيت الزمني حيث قطع هناك أيضا هذه المسافة بقيادة أيضا المضمر حمود بن حمد بن حمدان لوهيبي. هناك مع الدوحاني ابو المهيب قاطع هذه المسافه بتوقيت وقدره 7 دقائق 40 ثانيه 78 جزءا من الثانيه. اذا التانينا والناموس لناصر بن سالم الدوحاني على هذا الفوز والانتصار. ناخذ المركز الثاني، القدوم ايضا من المركز الثاني وصل نجد. هناك صالح بن سعيد بن سالم لوهيبي حيث قطع هذه المسافه بتوقيت وقدره 7 دقائق 41 52 جزءا من الثانيه. اذا التانينا والناموس لصالح بن سعيد بن سالم لوهيبي على هذا المركز الثاني. ناخذ المركز الثالث، الوصول والتحدي ايضا. هناك الواصل الزعيم وصل حاتم بن سالم بن جمع الينيبي حيث قطع هذه المسافه بتوقيت وقدره 7 دقائق 42 ثانيه 16 جزءا